اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. حامد وعراقي مساء الخير. مساء الفل يا كابتن. باركو ايه؟ كله زي الفل. ازيك يا كابتن؟ عامل ايه؟ نور الدنيا. كله كويس؟ زي الفل الحمد لله. نبتدي بامام عاشور. ايه اللي حصل في استاد القاهره؟ لا مش استاد القاهره، اللي حصل في المطار. في مطار القاهره. في مطار القاهره طبعا. هو ده في المطار ولا في الاستاد؟ لا في المطار. مطار. الاستاد دي حاجه ثانيه. تمام. خلينا نتكلم عن واقعه المطار، لان الواقعه دي برضه يا كابتن تم تضخيمها بشكل كبير، كلام كتير عن خناقه وضرب وبتاع، كل ده ما حصلش. الموضوع كله كان مجرد مشاده في مطار القاهره اثناء عوده النادي الاهلي من مباراه الجونه. احد المشجعين او احد الجمهور اللي كان متواجد في المطار جه عند امام عاشور وقال له لحم كتافك من خير الزمالك. فيعني امام عاشور رد عليه، فحصل موضوع زي مشاده بينهم الاثنين، حصل زي تطاول من المشجع. امام عاشور اصر ان هو يحرر محضر يعني في قسم مدينه نصر، وفعلا قام بتحرير محضر، والموضوع انتهى في النهايه بالصلح. يعني الواقعة ما استمرتش خمس دقايق، كابتن خالد بيبو كان ليه دور طبعا في انهاء الموضوع سريعا، يعني زي ما حصل في الاستاد، وكابتن خالد بيبو برده كان ليه دور في يعني استيعاب الموضوع ده، برده اللي حصل في يعني في مطار القاهره. فعلا كابتن خالد نجح في استيعاب الموضوع واتكلم برده مع المشجع وهدى المشجع، لان الراجل يعني واضح ان هو مشجع يعني ممكن يكون بس بينتمي مثلا لنادي الزمالك، متضايق من انتقال امام عاشور، بس الراجل برده ما تجاوزش، هو قال له بس كلمه بنصا كده، قال له لحم كتافك من خير الزمالك، كلمه ضايقت شويه امام عاشور، فبالتالي دخلوا في المشاده دي، ولكن الموضوع يعني انتهى سريعا ما كملش ساعه. يعني الزمالك هيعمل ايه في عقود لعيبته؟ بص يا كابتن، اداره الزمالك بعد ما قعدت وشافت عقود اللعيبه شافت ان الارقام مبالغ فيها جدا، ف وشايفه ان ده سبب من اسباب الازمه الماليه اللي فيها نادي الزمالك. ليه ارقام مبالغ فيها ليه؟ يعني شايفين عقود اللعيبه اللي بتتجاوز 18 واللي بيوصل ل 20 واللي بيوصل ل 15. لعيبه 20؟ يعني مين بياخد 20؟ ما في لعيبه كتير يعني. زيزو بياخد زياده عن 20. سيبك من زيزو، عواد في اخر عقد ليه هيبقى 18، في محمود علاء مثلا بياخد 12، فهم شايفين ان الموضوع ده كبير جدا، وشايفين ان ده سبب من اسباب الازمه الماليه اللي فيها نادي الزمالك. طيب قرار المجلس اتخذ قرار عاجل، الا وهو ان دلوقتي هيتم تحديد المبالغ الماليه لعقود اللعيبه ما بين من 6 ل 9 مليون جنيه. طيب ايه اللي هيحصل؟ دلوقتي في اكتر من 8 لعيبه عقودها متخطيه ال 10 مليون جنيه او ال 9 مليون. مثلا في شيكابالا، في اوباما، في محمود علاء، في عواد، في يعني في محمد عبد الغني عقده مش كبير بس برضه وصل ل6. فدلوقتي الزمالك هيشوف اللعيبه دي لو هتوافق اللي هي تاخد في الرينج ده من 6 ل9 فده هيبقى موجود. اللعيبه مش هتوافق اللي هي تاخد الارقام دي بنسبه كبيره هيمشوا. طيب بس في استثناء للاعيب الاجنبي ولشيكابالا والعبد الشافي ولزيزو. وفي اتجاه، وده خبر حصري للفقره، ان لمجلس اداره نادي الزمالك بيسعى لتجديد عقد عبد الشافي سنه اضافيه. يعني انت دول بس الاستثناء؟ الاستثناء يعني اداره الزمالك انت عايزها تنزل عقد عمر جابر واوباما؟ كل الناس دي كلها عقودها تنزل، اللي مش هيوافق بالعقود دي، انا بقول على اللي بيجددوا يا كابتن دلوقتي، اللي مش هيوافق بالعروض دي مش هيكمل مع اللجنه الحاليه. بس الناس دي معاها عقود يعني لحد ما تنتهي عقودها. انا بقول الناس اللي موجوده الاثناء التجديد. طب معنى كلامك كده ان في لعيبه كتيره مش هتوافق؟ اللي مش هيوافق خلاص، يعني في لعيبه برضو اللي طلعت اعاره ما راحوا انديه تانية، شافوا اللي انا بروح ما باخدش مع المجلس الحالي. قصدك مجلس بمعنى ايه؟ انت تاني بتتكلم على المجلس الحالي، بس انت قلت لك انا بقول المجلس الحالي. انا بقول لك ان اللعيبه دي ما راحت انديه تانية اعارات، شافت ان ايمج نادي الزمالك مش موجود، شافت ان هي لا، لو انا هقعد في الزمالك بفلوس قليله ما عنديش مشكله. انت ايه رايك؟ بص يا كابتن، الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ده يعني كل مره لما بنيجي نتكلم في حلقات ونيجي نتكلم في لعيبه، مثلا لو ناخد الموضوع من الناحيه الثانيه ناحيه النادي الاهلي، اقول لك كلمه محدده، الاهلي مش هيجيب اللعيب ده عشان ده خارج الـ يعني الكاتيجوري الاهلي حاطه، او السقف الاهلي حاطه. الاهلي عامل النظام ده من زمان جدا، والاهلي شايف ان النظام ده عامل نجاحات كبيره، واعتقد ان اداره نادي الزمالك، ويمكن انا حتى برضه كنت بكلم احد المسؤولين الكبار في داخل نادي الزمالك، واكيد نفس الموضوع، قال لي اللي الاهلي بيعمله احنا نعمله. النهارده في لعيبه بتاخد مثلا فئه اولى، احنا هنقسم برضو اللعيبه، الفئه الاولى اللعيبه الدوليه هياخدوا رقم معين، فئه ثانيه، فئه ثالثه، ما ينفعش حد يزيد عن الفئه عن الارقام ديت غير اللعيبه الاجانب، اللعيبه الاجانب طبعا وضعهم مختلف، عشان يبقى في سيستم وفي نظام في اوضه اللبس. دايما لما بيكون في مشكله او يكون في لعيب بياخد رقم كبير، ده حتى اللي عامل مشكله كبيره داخل نادي الزمالك الفترات اللي فاتت، يعني النهارده مثلا مع الاحترام طبعا زيزو يستحق كل الارقام، ويعني ربنا يبارك له، طبعا هو لعيب كبير ويستحق ارقام كبيره، ولكن اي لعيب بيجي يجدد او اي لعيب بيجي بيتكلم في التجديد او حتى في التعاقد، يجي يقول لهم انا عايز زي زيزو. ده حصل مع مين؟ حصل مع امام عاشور قبل ما يمشي، حصل مع احمد فتوح،
حتى اللعيبه اللي بتيجي تجدد تقول لهم يا جماعه طب واشمعنى زيزو او زيزو بياخد كذا كذا. فبالتالي اداره نادي الزمالك حطت ايديها على الجرح زي ما بيقولوا وشافت ان الموضوع ده عامل مشكله. اه طبعا انت بتحافظ على لعيب زي زيزو لو ما اديتوش الارقام دي هيبقى ساعتها مثلا على الاقل هيقول لك انا عايز اخد تجربه الاحتراف، ولكن الموضوع ده بيعمل لك زي فورتينا في باقي اللعيبه، وده للاهلي فطل ليه من زمان، عشان كده الاهلي عامل سيستم ده. لو مين وعد زيزو كام؟ انا عمري ما سمعت القصه دي يعني، سمعت لك كان في منحه توقيع؟ لا ملناش دعوه انت كام عامل ماشي، ما هو منحه توقيع ولا 25 مليون جنيه من غير ضرائب. وشيكابالا كام؟ شيكابالا 10. شيكابالا بعيد عن زيزو، زيزو هو اللي يعني. استثنى هو زيزو. عايز اقول لك يا كابتن ان مجلس الاداره شاف مدارس العقود وشاف الارقام اللي هو هيقللها، هيوفر 150 مليون جنيه في الموسم. اي بس هيوفر لعيبه كمان. ماشي ما هيوفر لعيبه، انت ممكن تجيب انت دلوقتي كاداره، لكن طبعا حضرتك بس زيزو عارف. زيزو من المجلس الحالي ياخد 10 مليون جنيه، 6.5 في 3.5 اللي هو فلوس المتاخره. متاخرات متاخرات ليه مالهاش علاقه بقيمه عقد. هو دلوقتي يا كابتن انا دلوقتي مجلس اداره ما احط سيستم ان اللعيبه دي مش هتزيد عن البادجت ده، فاي لعيب جاي جديد هيبقى عارف جديد ماشي هو. بس القديم اللي عندك ما هيوافق هيمشي ماشي، فهتتخلى عن لعيبه كتير. ما عندوش مشكله، هو المجلس شايف ان انا دلوقتي موفر 150 مليون في الموسم، اكيد بالنسبه لي افيد واحسن. افيد من اللعيبه؟ افيد من اللعيبه لان هجيب لعيبه ثانيه. وخلي بالك يا كابتن عايز برضو يعني افتكر كلامي ده، ان الزمالك الفتره الجايه ما هيجيب لعيبه، ممكن يكون جايب لعيبه ممكن مغمورين بالنسبه لنا اللي هم لعيبه، ممكن يجيب لعيبه من الدرجه الثانيه الزمالك. ممكن الايام هتثبت كلامك بس كابتن. لا خلاص يا حامد، خلاص يا حامد، انا اشكرك واشكر الفقره. ماشي تمام. انت بتتكلم ان الزمالك الصفقات اللي الجمهور مستنيها من دوري الدرجه الثانيه. انا مش بقول كل الصفقات يا كابتن، انا بقول ان في بعض اللعيبه ممكن تيجي من الدرجه الثانيه. كابتن لما بيكون عندك مشكله الكلام ده على مسؤوليتك. هو كابتن لما بيكون عندك مشكله، لما بيكون عندك مشكله، هو دلوقتي احنا يعني القعده بتاعت الزمالك مع احمد توح الكلام كان واضح جدا، مفيش فلوس. قالوا له بنفس النص كده يا كابتن، يعني انت اكيد بتتكلم مع مفتوح ومسؤولين الزمالك، قالوا له مفيش الا 1000 جنيه في النادي. طب نادي بالوضعيه دي خلاص كلنا متفقين ومقتنعين ان الزمالك دلوقتي بيعاني من ازمه ماديه كبيره، والنهارده لو اي جنيه جه يا عراقي، عشان بس الكلام الجمهور برضو ايه يسمعنا ويقتنع بالكلام، الكلام ليه ترتيب. مجلس إدارة الزمالك الحالي قبل نجاحه في تصريحاتهم كان الكلام واضح، هنفتح القيد، هنجدد اللعيبة، فاهم قصدي؟ هنحل الأمور المادية. طب المجلس عمل كده كمان؟ وكان في حديث، ما أنا هشرح لك بس، وكان في حديث عن إن في صندوق، فهم داخلين أوريدي معاهم مبلغ مالي معين. طب يا كابتن ده كان تصريحات. تفتكر يا كابتن، تفتكر ثانية يا حمد عشان نقطة مهمة، تفتكر يا كابتن الكلام ده؟ مفيش قيد هيتفتح في هنا. الزمالك مش هيفتح قيد. أنا قلت ماشي دي حقيقة. لا استنى يا كابتن، ما إحنا بنتكلم دلوقتي على الكلام اللي قاله المجلس واللي هيحصل على أرض الواقع. انا النهارده على ارض الواقع ايه؟ على ارض الواقع النادي ما فيهوش فلوس، او ما فيش دلوقتي ممكن يجي لك خلال الفتره اللي جايه. طبعا ممكن يجي لك من فلوس كهرباء، ممكن يجي لك حاجات من الرعايه، ولكن الاولويه كل ايه؟ هل لدفع فلوس كتيره مثلا للتجديد للعيبه؟ لا صح، التجديد للعيبه هيكون اولويه مهمه جدا. يعني النهارده التجديد لفتوح، سيبك بقى من كل المشاكل والقصص دي، الزمالك اولويته التجديد لفتوح. ايقاف مش ايقاف، الزمالك اولويته الكبيره تجديد. الكلام برضه الكابتن احمد سليمان في الجلسه قبل مباراه الزمالك وزاد قعد مع اللعيبه وقال لهم لو انتوا هتقدروا توصلوا ان انتوا تكسبوا الماتشات وتنافسوا على البطولات، انا مش هجيب اي صفقه ولا هفتح القيد. ده جلسه مع اللعيبه، وما يجي يقول لهم ان انا قدامي اكتر من 20 يوم عشان اديكم الفلوس. طب ما قبل ما والله يجي والله بمنتهى الصراحه يبقى احمد سليمان عنده حق. تمام يعني الكابتن احمد بيتكلم صح، لعيبه الزمالك في ماتش بيراميدز اثبتوا ان هم قادرين. تمام، ما هو ده بقى ياكد الكلام ان هو الزمالك دلوقتي اللي هو عايز يوفر فلوس. طب ما هو ما يجي يتكلم يقول ان انتوا لو الفلوس دي يعني انا هوفر فلوس دي اللي انا بدل ما اجيب صفقات اديها لكم، فخلاص فالدنيا واضحه يعني. ماشي، نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل حديثنا. نرجع تاني مع حامد وعراقي ونكمل حديثنا. محمد حمدي على فين؟ محمد حمدي الظهير الايسر لنادي بيراميدز. سمعنا كلام في الفتره الاخيره يا كابتن ان في الاهلي خلاص رايح الاهلي، في جلسه مع مسؤولين الاهلي. طيب انا بقول لك عشان نقفل الموضوع ده يا كابتن على مسؤوليتي الشخصيه، ان محمد حمدي مدد عقده لمده موسمين مع نادي بيراميدز، وبكده الطريق اتقفل نهائيا على النادي الاهلي. النادي الاهلي كان فتره من الفترات كان بيفاوض محمد حمدي، بس ده كان الموسم الماضي، كان بيتكلم معاه وعارف ان عقده هينتهي بنهايه الموسم الحالي. بس نادي بيراميدز من حوالي شهر مد تعاقده مع محمد حمدي، مرتبه زاد وكل اموره مستقره في النادي. انا جالي تليفون احقاقا للحق، يعني حد بعت لي رساله، حد مقرب مجلس اداره نادي الزمالك. تمام. وقال لي ان في لعيبه موجوده في نادي الزمالك كانوا في الدرجه الثانيه
تمام. وقال لي ممكن يكون في عنصرين تحت المنظار في الدرجه الثانيه. انا كلامه صح يا كابتن. احنا اسفين يا استاذ حامد. محمد حمدي بس عشان يبقى فن قصه محمد حمدي بيراميدز. محمد حمدي يا كابتن انا مختلف مع حامد في حاجه ومتفق معاه في حاجه. اول حاجه المختلف معاه ان هو مدد جدد بشكل رسمي، لم يجدد بشكل رسمي. الكلام ده انا هقول لك بس الكلام ده وانت لا تمام. انا هاكد لك حاجه بس، هو وقع ما وقعش، ولكن محمد حمدي لحد يعني اللحظه يعني دي يعني وقع ما وقعش، لا وقع ما وقعش، يعني فكره ان هو وقع رسمي لم يوقع، ولكن محمد حمدي يا كابتن اعتبره انا بقول لك يا كابتن وقع بس لسه ما توصلش. لا انا بالنسبه لي لا كابتن ما وقعش. طب استنى بس، انت قلت خلاص، انت قلت خلاص، انا هقول لك بس لا وقع وكمان اقول لك ايه. لا لا بص، هو ما وقعش. المعلومه اللي عندي يا كابتن، وده كلام على فكره من مسؤول بيراميدز امبارح، قول لي اسمه كده. ما بلاش. لا قول لي اسمه. لا بلاش. لا قول لي. ما بلاش. انا هقول عشان ربما قال لي حاجه تانية. قول لي. ما هو مش هينفع اقول اسمه دلوقتي. طب ما انا ممكن اقول لك. طب انا اقول لك المعلومه وقول وكمل. طب يا كابتن انت قول لي مين. هقول لك المعلومه اللي عندك. لا هقول المعلومه بس. مش قادر تقول. محمد حمدي. انت الان تقول. لا مش الان. هو مش ما قاليش ان انا اقول يعني ما اقدرش اقول. بص يا كابتن، محمد حمدي عقده. استنى قال لي قول عادي. ماشي خلاص يبقى قول. تعرف تعرف قول. بص يا كابتن محمد حمدي. اللي قال لك ده قال لك ايه؟ قال لي ان هو مضى. بس خلاص. ما هو قال على محمد حمدي مضى من زمان. وتسبب بدايه قطع محمد حمدي لما وقع. لا لا مش من زمان على حاجه، ده من حوالي شهر. طيب محمد حمدي على ورق ما وقعش. محمد حمدي هيوقع لبيراميدز؟ ليه بقى؟ هقول لك ليه. طب هو في ايه عراقي؟ انا هقول لك بس. وفي ايه هيوقع؟ لا هيوقع بس هو لحد دلوقتي ما وقعش. ليه بقى؟ هقول لك انا ليه. محمد حمدي يا كابتن قعد مع مسؤولين نادي الاهلي وتفاوض معاهم. الاهلي عرض عليه 15 مليون جنيه. هياخدهم ازاي؟ هياخدهم على عقدين. عقد الطبيعي بتاعه وعقد اعلانات. تمام؟ محمد حمدي قال لهم يعني القصه دي مش نافعه خالص معايا، ليه؟ لان انا مسؤولين نادي بيراميدز عرضوا عليا 17 مليون جنيه. قالوا له باي حال من الاحوال مش هنقدر نديك الرقم ده. نادي بيراميدز قعد مع محمد حمدي واتفقوا معاه على كل التفاصيل، هيديله 17 مليون مع زياده سنويه كبيره جدا، مع يعني زي ما بيقول اغراءات تعاقديه كبيره جدا جدا، واتفقوا على كل حاجه. لم يعني الموضوع واقف على التوقيع، ولكن بشكل رسمي بشكل رسمي الراجل وقع، الراجل ما وقعش. ولكن الراجل قال لهم انا خلاص في بيراميدز، لان انا التفاوض مع النادي الاهلي خلص، انا مش هروح النادي الاهلي، مش عشان بقى قصه علي معلول زي ما كنا بنقول زمان ولازم يضمن ان علي معلول يمشي وقصه فتوح ما يجيش والكلام ده، لا هي القصه كلها قصه ماديه. الاهلي لن يلبي لمحمد حمدي طلباته الماديه. يا كابتن بالنسبه للعراق اللي بيقوله محمد حمدي في قصه علي معلول ده، كان الموسم اللي فات بيتكلم مع احد المسؤولين في بيراميدز قال له انت دلوقتي قاعد هنا اساسي رقم واحد وتروح المنتخب، هتروح تقعد بديل لعلي معلول؟ كان حمدي بيفكر الموسم اللي فات. الموسم ده محمد حمدي اخذ عقد مغري جدا. محمد حمدي انا بقول لك على مسؤول شخصيه موقع موسمين لبيراميدز ما فيهاش جدال ولا في اهلي ولا في اي حاجه. الموسم ده الاهلي ما اتكلمش مع محمد حمدي. انا بقول لك طيب الموسم ده يعني انت على كلامك انت على كلامك الاهلي قفل مع فتوح ومحمدي؟ لا فتوح لا، محمد حمدي سيبناه خلاص، روح بقى لفتوح. فتوح الكابتن الاهلي مش هيتحرك بشكل رسمي. فاكر يا كابتن كنت بقول لك المره اللي فاتت الاهلي مش هيظهر بوشه، هيفضل الاهلي مكمل كده. الاهلي بيتفاوض عن طريق احد وكلاء اللاعبين، وهو مين؟ هو نادر شوقي. تمام. القصه مع فتوح والحاج سمير اللي هو خاله، هو مش خاله بالمناسبه، هو حد يعني هو يعني زي ما بيقولوا مقرب منه، هو اللي بيدير له كل حاجه، لدرجه يعني ان في توقيعات بيوقعها عنه يعني. فبالتالي هو اللي بيدير له كل حاجه. نادر شوقي داخل في المفاوضات بشكل كبير، ولكن الاهلي هيدخل بوشه امتى؟ في يناير. القصه مع فتوح عامله ايه؟ بتتعقد مع نادي الزمالك. هو ليه طلبات محدده من نادي الزمالك، هقولها لك. اول حاجه هو طالب المساواه بزيزو، يعني هيوصل عقده 20 مليون جنيه. كانت في مشكله في مرحله التعاقد زي ما قلنا المره اللي فاتت، دي برضو امرها سهل. انت بتتكلم عادي اكن فتوح لو وافق هيجدد عقد الزمالك وانا شايل مياكو. لو فتوح وافق على شروط نادي الزمالك هيوافق، هيجدد بدون اي مشاكل. بدون اي مشاكل. ولكن الراجل بقى الزمالك لو وافق على لو الزمالك وافق النهارده بقى، فتوح طالب ايه بقى يا كابتن غير منحه التعاقد؟ النهارده لو الموسم ب 20 مليون جنيه، يعني ركز بقى في النقطه دي، يعني دلوقتي الموسم هنعتبر ان هو ب 20 مليون جنيه، في منحه تعاقد وليكن 20 مليون جنيه، عايز من الثلاث مواسم 5 مليون جنيه من كل موسم. يعني النهارده انا عايز 20 مليون جنيه مقدم تعاقد عليهم 5 في 5 في 5، دول اخدهم كاش. تمام؟ واكتب لي في العقد بتاعك 15 مليون جنيه عادي. هنعتبر ان ال 5 مليون دول منحه تعاقد، ده ليه؟ لان مسؤولين نادي الزمالك زي ما محمد كان بيقول لك عايزين يحطوا زي ما بيقولوا كده سيستم في العقود ما تزيدش على ارقام محدده. فانت مش عايز تزود على 15 مليون، موافق مفيش اي مشكله عادي ب 15 مليون جنيه، ولكن ده بخلاف منحه التعاقد اللي هي 20 مليون، وتضيف لي 5 مليون عن كل موسم هنضيف. يعني لو مثلا انا مضيت 3 سنين 5 مليون في 5 مليون في 5 مليون، 15 مليون دول يتحطوا فوق ال 20 مليون، اخدهم كاش اوقع. دي قصه نادي الزمالك. هل نادي الزمالك هيوافق ولا لا؟ دي قصه بقى نادي الزمالك. هو التحقيق اتقفلت خلاص؟ بص يا كابتن، انا بالنسبه لقصه فتوح وانا مصر عند رايي، انت يعني المره الحلقه اللي ساعتها انت كنت مختلف معايا في الارقام. فتوح هيجدد سنه
40 مليون منحة تعاقد و20 مليون في الموسم ومتأخرات، 3 سنين 60 كل موسم 20 ومتأخرات. انا عايز اقوله لك ان سنة كم؟ لو 3 سنين 60 مليون. قلت لو سنة، قلت سنة. لو سنة هياخد منحة توقيع 40 40 مليون سنة؟ عشان يلعب سنة. ال 40 دي مش الـ مش الـ مش الموسم بس، مش الموسم، ما هي الخمسة اللي انا بكلمك فيها دي. تمام، انا عندي رأي عشان ده من حلقتين احنا قلنا الكلام ده، والمستحقات متأخرة. انا عايز اقولك ان الزمالك هيسعى ان هو يجدد عقد فتوح، بس هيبيعه. ايه بس هيبيعه ازاي؟ فاضل كام شهر وفتوح هيرضى؟ هو الزمالك هيوافق بارقام فتوح بس عشان يبيعه، ويكون مجهز عرض في نفس الوقت اللي فتوح. هو نتائج التحقيقات ايه؟ نتائج التحقيقات احنا طبعا كان 25% كان موجود 25%. بس انا اقول لك اللي حصل بقى في التحقيق مع فتوح بالذات. فتوح في التحقيق قال نصا كده، قال اللعيبه دايما كانت بتخرج من المعسكرات، واللعيبه الكبيره اللي في الفرقه اللي بتتكلم دلوقتي اللي احنا بنخرج، اللعيبه دي كانت بتخرج وبتروح تسهر. طيب مجلس الاداره اخذ ملف التحقيق ده، طلع على اساسه في قرار هيطلع. الجهاز الاداري بالكامل في نادي الزمالك هيمشي، شايفين دلوقتي ما فيش ضابط ورابط للفرقه، وبنسبه كبيره بيفتحوا كلام مع الكابتن احمد رمزي اللي هو هيجي مدير كوره. تعرف نادي مين المرشح في نادي الزمالك لشركه الكوره؟ شركه الكوره مين يمسكها يعني؟ المفروض اللي انا عارفه اللي بيسعى ليها استاذ هاني شكري. لا ده اللي انا عارفه، ما ينفعش عضو مجلس اداره. لا هو لا كان يبقى مشرف عليها. تقصد ايه؟ رئيس شركه الكوره؟ انت عندك معلومه؟ كان عنده معلومه، كان الكابتن احمد حسام ميدو. وده كان المفروض من فتره كبيره. ده الوقت اللي كان فيه بيتفاوض مع اللعيبه في اكتر من مره، وكان عايز يجيب نادي الزمالك، كان الفتره عشان يشوف الدنيا ايه في نادي الزمالك ويقدر بعد كده يعني يكون حاطط عينيه على كل حاجه. انا المعلومه اللي عندي ان كان ميدو مرشح بقوه، احمد عبد الله كان مرشح، ثم في الساعات القليله الماضيه المعلومه اللي عندي انهم وصلوا اتفاق مع ايمن ممدوح عباس. تمام، يمسك رئيس شركه الكوره. ده طبيعي بالجهود اللي حصلت الفتره الاخيره مع اللعيب، ومنهم زيزو. زيزو كمل في الزمالك عشان الفلوس اللي اخذها، واعتقد في اتجاه لميدو كسبورت دايركتور بالظبط في نادي الزمالك. دي اوقع لميدو يعني. بس هو ميدو ممكن ما يوافقش يعني، ممكن مع ظروف شغله مع ظروف عمله الامور تبقى مختلفة. بس اول حاجة في قصة فتوح يا كابتن، احنا وقفنا على موقف الزمالك. الاهلي بقى بيعمل ايه؟ الاهلي لو الزمالك ما قدرش يجدد فتوح، الاهلي هيدخل في التفاوض الرسمي معاه. ليه؟ محمد حمدي قصته اتقفلت زي ما احنا قلنا. محمد حمدي خلاص تقريبا يعني الموضوع بتاعه انتهى تماما. الاهلي هيبقى عنده موضوع بالترتيب كده. التوقيع مع احمد فتوح، تجديد سنة لعلي معلول، محمد شكري لاعب سيراميكا. بس علي مش هيوافق. مش هيوافق. علي معلول مش هيوافق الا على سنتين، صح؟ كلامك مظبوط. في نقطة بقى مهمة اللي كان بيتكلم بقى فيها حامد في قصه الزمالك، الاهلي هيحاول يقلل مرتب علي معلول. يعني علي معلول لو بياخد دلوقتي 1,600,000 دولار، الاهلي هيحاول ان هو يقلل الرقم ده. طبعا نو واي علي معلول يوافق، ولكن هو اوبشن الاهلي حاطه لو ما قدرش يجيب فتوح. كابتن من شهر قلت لك علي معلول، انت ما صدقتنيش، قلت لك انه هيروح الدوري القطري وعلي معلول اخر سنه الموسم ده. حصل ولا ما حصلش؟ صح ولا انسي تاني كده؟ تاني انا قلت لك يا كابتن من حوالي شهر او شهرين، قلت لك ان علي معلول مش هيكمل في النادي الاهلي. النادي الاهلي عارض سنه، وعلي معلول عايز سنتين. وعلي معلول الاقرب ليه هو يروح الدوري القطري. انا مش قادر اجادلك يعني. كلمنا في عرض الدحيل قبل كده كمان، دحيل القطري. نطلع فاصل وارجع بعد الفاصل، بيخلصوا على نفسي. بعد الفاصل نرجع نكمل. نرجع تاني بقى ونكمل حديثنا سريعا. علي معلول مبلوله. علي معلول الاول. علي معلول في ايه بالظبط؟ علي معلول دلوقتي انت قلت سنه. انا قلت ان هو جاي له عرض. لا انا قلت الاهلي هيدي له سنه. انا قلت علي معلول الاهلي عايز يجدد له سنه. هو طيب. عايز سنتين. ماشي، انا دلوقتي جالي معلومه ان الاهلي هيجدد له سنه، وهو موافق بالرقم اللي حدده الاهلي. لا ماشي، مع مبلوله. مبلوله بص يا كابتن، مبلوله تم عرض اسمه داخل نادي الاهلي، تم عرض. تمام، النادي الاهلي لسه ما بين لا يعني، ولا في موافقه ولا في رفض. طيب الفكره اللي حصلت ان الوكلاء مبلولو عرضوا فكره واتكلموا مع النادي الاهلي فيها، احنا ممكن نجيب لكم مبلولو اعاره بنيه البيع. طيب اللي هو التفاصيل ايه؟ احنا هنجيب لكم اعاره بنيه البيع، اعاره ب 500,000 دولار، وفي البيع بعد سنه 1,000,000 دولار. اذا كان هو النادي الاتحاد سبحان مصلحي رفض اعارته بمليون دولار، ما انا بكمل لك. انا بقول لك كابتن وكلاء اللاعب عملوا ايه؟ دي فكره هم طلعوها وصدروها للنادي الاهلي. طيب النادي الاهلي هيتكلموا مع الاستاذ محمد مصلحي. استاذ محمد مصلحي رئيس النادي زي ما انت قلت رفض قبل كده عرض اعاره 1,000,000 دولار. الفتره الجايه بقى ده اللي هيتحدد على اساسها،
هل الاهلي هيتعاقد مع برور او لا، لان هم عرضوا على الحاج محمد بن صبحي ان احنا ممكن يكون في لعيبه من النادي الاهلي، فهل ساعتها هيوافق ولا لا؟ ده اللي بقى نشوفه الايام الجايه. طيب دي فكره اتعرضت. ماشي. مروان حمدي. بص يا كابتن مروان حمدي، المعلومه اللي عندي ان هو خارج حسابات الاهلي تمام. ممكن يكون تم عرضه من احد وكلاء اللاعبين، ولكن قصه تدعيم خط الهجوم دلوقتي في النادي الاهلي مؤجله. كولر طلب زي ما بيقولوا كده يعني ان هم يدوا مودست فرصه ثانيه. الراجل جاب جون في المباراه الاخيره، هو الراجل اللي تعاقد معاه وهو سبب التعاقد معاه هو وكيله، فبالتالي اكتر حد يعني هيموت وان مودست ينجح هو كولر. فكولر في الجلسه الاخيره مع اداره النادي الاهلي طلب يعني زي ما بيقولوا كده يدوا الثقه شويه لمودست الفتره اللي جايه ويدوا له الثقه، وان هو ممكن الفتره الجايه يكون كويس. لو لعيب محلي هيتم التعاقد معاه في حاله استمرار مودست، التفكير كله في اوفا مش في اي حد تاني. طبعا لو اداره نادي انبي يعني ابدت مرونه في قصه المفاوضات. في قصه احمد مبلولو برضو، بما ان حمد اتكلم كولر، يمكن اداره النادي الاهلي مقتنعه بمبلولو، في ناس داخل جهاز الكوره داخل النادي الاهلي مقتنعين بمبلولو، ولكن كولر نفسه مش مقتنع قوي بمبلولو ومش مقتنع قوي بوليد ازار. اللاعب الوحيد اللي هو ساب الدنيا مفتوحه معاه شويه وقال ان ممكن لو مودست رحل، ودي وهو بالنسبه له ده خيار مش مطروح حاليا في الوقت الحالي مش مطروح، هو سوزا. قال لهم سوزا ده كان يعني اختيار. هو الراجل عايز يدي مودست فرصه ومش مقتنع بمبلولو هداف الدوري. هو من وجهه نظره ان هو ما بيخدمش على طريقته، يعني هو من وجهه نظره ما بيخدمش على طريقته. خلي بالك يا كابتن دي مش حاجه جديده، هو مبلولو على فكره اتعرض على النادي الاهلي اكتر من مره. بس المهاجم وظيفته يسجل. مظبوط، بس هو برضو دايما طول الوقت في النادي الاهلي ليهم مقوله شهيره يقول لك مش كل اللي بينجح بره الاهلي يقدر ينجح في الاهلي. صح. يعني مش كل لعيب تقدر في لعيبه كتير. طب اقول لك على حاجه، هروح بعيد ليه؟ الاهلي قبل كده جاب لعيب اسمه ولتر بوالي لو تفتكر. صح. اللعيب ده كان مكسر الدنيا مع الجونه. لا مكسر الدنيا حرفيا، كان هداف الدوري ساعتها وكان مكسر الدنيا. جه الاهلي مفيش خالص. النهارده يا كابتن كمان القصه بتاعت الضغوطات دي مهمه. اليو بادجي ده اللعيب اللي الاهلي جابه ومشاه موسيماني ما قدرش يتأقلم في النادي الاهلي. طبعا اكيد موسيماني كان عليه دور لان هو يعني ما ادهوش الفرصه وكان جاي عليه شويه، ولكن يا كابتن دلوقتي اليو بادجي قيمته التسويقيه 8 مليون دولار. يعني الاهلي دلوقتي ما يقدرش يجيب اليو بادجي اللي هو جه ومشاه كده بشكل صعب. طبعا الاهلي استفاد من اليو بادجي على فكره، يعني الاهلي في الاعارات والبيع في الاخر الاهلي استفاد منه استفاده كويسه، ولكن لو اليو بادجي ده كان معاه مدرب يعني يقدر يستخدم قدراته اعتقد اليو بادجي ده كان راح بعيد جدا. بالنسبه كابتن بس انا فعليا في موضوع مروان حمدي، مروان حمدي طبعا احنا عارفين ان طبعا في عقوبه عليه من مجلس اداره النادي المصري وغرامه مليون جنيه وايقاف. تمام. عايز اقول لك كابتن ان مروان حمدي خلال الايام يعني من خلال شهر قعد في جلسه مع مسؤولين النادي الاهلي. تمام. والجلسه دي اتصورت ومروان حمدي طلب ان الصور تكون معاه هو. تمام. نادي الزمالك، مسؤولين في نادي الزمالك تواصلوا في المجلس الجديد ده، تواصلوا تليفونيا مع اعضاء مجلس اداره النادي المصري وطلبوا ضم مروان حمدي. طيب النادي المصري ايه موقفه؟ انا تواصلت مع احد الاعضاء داخل اداره مجلس اداره النادي المصري، كان رده كالتالي: احنا عارفين ان مروان حمدي قاعد مع النادي الاهلي والزمالك بالفعل طلبه. احنا اشترينا اللاعب ده من الزمالك ب 23 مليون جنيه علشان نبيعه اقل حاجه 40 مليون جنيه. طيب الفكره ان في ازمه اللي هو ما فيش لعيبه بتنتقل من النادي الاهلي للنادي المصري، لا احنا ما عندناش مشكله ان لعيب ينتقل من النادي المصري للنادي الاهلي. عشان بس موضوع مروان حمدي ان هو في لا في مفاوضات من النادي الاهلي معاه. طيب هو هنا ما عندوش مشكله ان لعيب يتنقل من المصري للاهلي والاهلي؟ لا مش هيجيب لعيب من مصر. مش هيجيب لعيب من مصر. تمام. طيب محمد حمدي. بص يا كابتن محمد حمدي مين فيهم؟ محمد حمدي انبي. طيب خلينا الاول بس نتكلم عن محمد حمدي بيراميدز تاني، نرجع له في حته زي ما قلت لك. زي ما كان ترتيب محمد حمدي في المنتخب دلوقتي هو رقم واحد في مركز الظهير الايسر، دايما محمد دايما فيتوريا بيقول على محمد حمدي، ومحمد حمدي يا كابتن في الملعب انا بلعب 12. يعني فيتوريا بيقول على محمد حمدي بيراميدز لما بيكون في الملعب انا كاني بالظبط بلعب 12. دي نفس فكره اداره النادي الاهلي. اداره النادي الاهلي شايفه ان محمد حمدي هو الخيار الاول ليهم ويجي من بعديه فتوح في مركز زي مركز زي الايسر. نروح بقى لمحمد حمدي انبي، وبرده حمد يعني عنده اضافات فيها. محمد حمدي انبي المشكله في انبي نفسه، انبي نفسه رافض فكره بيعه تماما. الاهلي على فكره استطلع راي انبي، الزمالك استطلع راي انبي، ولكن نادي انبي، وانا اتكلمت حتى مع استاذ ايمن الشريعه رئيس نادي انبي في القصه ديت، وقال لي ان هدفه الاساسي دلوقتي محمد حمدي واحد اللاعبين التانيين ان هو يبيعهم بره، ان هو يعني يستثمر فيهم ان هم يجي لهم عروض احتراف الفتره اللي جايه. فكره ان هم يتباعوا للاهلي او للزمالك دي مش في خطته دلوقتي. طبعا واضح طبعا ان هي برده خطه تسويقيه منه، ولو جاله عرض كبير هيوافق، ولكن هو دلوقتي على الاهلي بالتحديد هو خارج حسابات النادي الاهلي. بص يا كابتن بالنسبه لمحمد حمدي لاعب نادي بيراميدز، انا هاخد لك القصه بتاعته بالتاريخ مع كل نادي. اول حاجه النادي الاهلي، كابتن محمود الخطيب في تاريخ في شهر 9 2022
تواصل هاتفيا مع الاستاذ ايمن الشريعي وطلب منه محمد حمدي. الفتره دي كان محمد حمدي يقدر اللي هو يحق له التوقيع لاي نادي، ما كانش لسه مد تعاقده مع نادي انبي لمده 5 سنوات. الاستاذ امير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الاهلي عقد جلسه مع محمد حمدي واللاعب ما وقعش. اللاعب في النهايه شايف ان هو يستمر في نادي انبي، شايف ان هو بيلعب اساسي، شايف ان هو يقدر يطلع من نادي انبي للاحتراف، هو اللاعب حلمه اللي هو يحترف. ده كان بالنسبه بكونسبت اللي هو جزئيه النادي الاهلي. طيب بالنسبه لنادي الزمالك، نادي الزمالك كان في يوم 5/7 الماضي كان هناك جلسه بين محمد حمدي والكابتن احمد حسام ميدو. كان في الفتره دي كابتن احمد حسام ميدو كان بيتفاوض باسم نادي الزمالك، واللاعب برضه يعني في الجلسه، خلال الجلسه قال له انا مش عايز اروح ولا اهلي ولا زمالك، انا جيت احتراما ليك وتقديرا ليك، بس انا عايز احترف. الكابتن احمد حسام ميدو قال له لو انت هتحترف فعلا مش هتروح اهلي وزمالك، انا بقول لك احترف ده افضل لك. طيب بالنسبه لبيراميدز، في شهر 7 كان في وكلاء مقربين من نادي بيراميدز تواصلوا برضه مع اللاعب عشان يقعد جلسه معاهم، واللاعب رفض اللي هو يقعد، قال لهم انا كده كده بالنسبه لي انا عايز الاحتراف. طيب محمد حمدي بقى في المنتخب نفسه، احد اعضاء مجلس احد اعضاء الجهاز الفني في المنتخب طلب من محمد حمدي اللي هو يحترف، وقال له نصا ما تبصش للفلوس وبص للاحتراف، وفيتوريا نفسه بيحب اللعيبه اللي تبقى محترف، انت لو محترف هتيجي كله معسكر. طيب بالنسبه للانبي بقى، انبي نفسه الاستاذ ايمن الشريعي بيتكلم ان انا عايز اوديه الاحتراف، عايز اقول لك شهر 12 الجاي ده لو محمد حمدي في احد الوكالات الخارجيه بتكلم معاه اللي هو يروح عرض اوروبي، لو ما فيش عرض في شهر 12 استاذ ايمن الشريعي يفتح عليه المزاد. نرجع بعد الفاصل نكمل حديثنا. نرجع تاني نكمل اخبارنا. هو ممكن محمد شريف او حمدي فتحي يرجعوا؟ اه طبعا الاهلي مرحب جدا لو الاهلي يعني محمد شريف انا علاقته بناديه او حمدي فتحي انا علاقته بناديه، الاهلي على اتم الاستعداد لضمهم طبعا، ولكن الاهلي باعهم خلاص. فالاهلي مش هيروح يدفع فلوس عشان يشتريهم، يعني الاهلي مش هيروح دلوقتي يقول للنادي بتاع الوقره ولا يروح للنادي الخليجي يقول لهم يا جماعه انا عايز اشتري شريف، لا مش هيحصل. ولكن بفرض ان محمد شريف قرر ان هو مش هيكمل مسيرته، لا الاهلي طبعا مرحب. نفس الكلام على حمدي فتحي. ولكن انا باكد لك يا كابتن اللي بيفاوض بقى شريف وحمدي فتحي الزمالك وبيراميدز داخلين في مفاوضات جديه معاهم، طبعا حقهم، هم خلاص دلوقتي لعيبه مش في الاهلي اساسا، هم لعيبه محترفه، طبيعي جدا ان المسؤولين دول هيكونوا شايفين. وعلى فكره يا كابتن زي ما مراد قال لك حتى الحلقه اللي فاتت، حمدي فتحي كان قريب جدا جدا من دخول بيراميدز في وقت من الاوقات، قريب جدا. محمد صبحي ممكن يروح على فين؟ محمد صبحي لحد يعني اللحظه اللي احنا فيها دي الاقرب لنادي بيراميدز. بيراميدز ده الاقرب ليه. المدير الفني للزمالك، بص يا كابتن بالنسبه يعني نادي الزمالك طلعوا بعين اللي هم ما بيتفاوضوش مع مدير فني اجانب وكده، عايز اقول لك لا الكلام ده مش صح. نادي الزمالك بيتفاوض مع مدير فني وحطوا المواصفات دي يا كابتن، هم شايفين اكتر مدير فني نجح في مصر هو المدرسه البرتغاليه والمدرسه الالمانيه، وشايفين السنوات الاخيره المدرسه السويسريه. فنادي الزمالك كل السيفيهات اللي هم جايين منها او بيدوروا فيها حد من الثلاث مدارس دول. طيب بالنسبه للمدير الفني عايزين افريقي عشان كان تردد اسمه موسيماني، لا ده مش هيجي، موسيماني ده صعب اللي هو يجي. تاني حاجه هم حاطين الراتب السنوي للجهاز الفني بالكامل من 800,000 دولار لمليون دولار. واللي هيكمل مع الجهاز الفني الجديد اللي هيجي هيكون كابتن معتمد جمال وكابتن احمد مجدي. كابتن احمد مجدي. هل لديك اي اقوال اخرى؟ الاول بس ان الزمالك مش هيجيب اي مدرب اكس اهلي، اي مدرب ضرب الاهلي مش هيجي، لا لينا ليا قولين اخرين. 10 ثواني. اول حاجه كنا اتكلمنا قبل كده يا كابتن عن عمر كمال عبد الواحد، وقلت لك على مسؤوليتي عمر كمال اهلاوي سواء في الشتاء او في الصيف. ماشي. انا بقول لك دلوقتي عمر كمال اكدت لك الحلقه اللي فاتت ان هو مضى على عقده الشخصي، انا باكد لك ان كمان عمر كمال هينتقل الاهلي في يناير. الموضوع خلاص خلص. يعني معنى كان ان في اتفاق ما بين فيوتشر والاهلي، الاتفاق بيتم. عايز اقول لك ان فيوتشر يعني دلوقتي بيحاولوا في التوقيت اللي هم بيفاوضوا فيه الاهلي ان هم يجددوا عقد عمر كمال عشان يزودوا القيمه، ولكن الاهلي زي ما قلت لك برده قبل كده قال لعمر كمال لو جددت اعتبر نفسك خارج حساباتك، فعمر كمال اهلاوي وهيبقى في الشتاء. في حاجه ثانيه برده كمان، الاهلي هيضم مدافع في يناير. الاهلي لاقي صعوبه كبيره طبعا في ضم، مش لاقي مدافعين، اسامه جلال خلاص جدد عقده في بيراميدز، احمد حجازي الموضوع صعب. عشان كده الاهلي قرر عوده احمد رمضان بيكهام. دلوقتي بينهي الاتفاق مع سيراميكا كليوباترا على قطع عاره احمد رمضان بيكهام عشان ينضم للنادي في الاهلي. شرفتنا يا رائي حبيبي يا كابتن. شرفتنا حمد حبيبي يا كابتن، متشرف ليا. بشكركم شكرا جزيلا، بكره ان شاء الله باذن الله حلقه جديده مع الكابتن احمد شوبير، اشوفكم على الف خير.